معلومة ما حتى بتهم كل السيدات وخاصة اللي حابين يأسسوا عائلة. طبعا الإسقاط المتكرر أسبابه طرق العلاج المتعددة أيضا وتأثير زواج القربة والعوامل الأخرى، أسئلة رح يجيبنا عليها طبعا الدكتور أكرم الأحمر أخصائي نساء وتوليد معالجة عقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير يا صباح دكتور، النور. أهلا وسهلا فيك وميري كريسماس وإن شاء الله بالسيم سنة فول يخلي إياكم، كل عام وأنتم بألف خير يا رب. سنة جديدة هيك كلها خير عليك وعلى عائلتك يا رب. يخلي إياكم، شكرا. ولهالقناة الجميلة كلها ولمشاهدينا بنشكرهم كثير على انه قبلونا ضيوف نكون عندهم الصبح اليوم. اهلا وسهلا فيك دكتور. بالبدايه يعني موضوعنا الاسقاط المتكرر، خلينا نعم. بالبدايه نشرح شو مفهوم الاسقاط المتكرر ومن بعدها بنروح للاسباب. تماما. هلا تعريف الاسقاط انه هو خساره او فقدان الحمل قبل الاسبوع 20 من بعد حدوث الحمل قبل الاسبوع 20 يعني الشهر الخامس، كل شيء قبله اسمه إسقاط. طيب هلا كلمة إسقاط متكرر هو حدوث هي الحادثة اللي هي خسارة الحمل قبل الأسبوع 20 ثلاث مرات متتالية، فبهذا التعريف هذا هو الإسقاط المتكرر، ثلاث مرات متتالية. يعني بمعنى إذا عندنا سيدة سقطت هلا مرة أو ثاني مرتين بعدين حملت وصار في عندها ولادة بغض النظر عن نوع الولادة، حمل طبيعي تمام الحمل، المقصود تمام الحمل يعني بنهاية الحمل، وبعدين ردت حملت وسقطت مرة تانية، هدول ما بينجمعوا مع بعضهم ومنقول هي مريضة إسقاط متكرر، لا خلاص صار في حالة طبيعية صار في حمل. فلذلك هو حدوث ثلاث إسقاطات متتالية وراء بعضهم. نعم دكتور. طب خلينا نعرف إذا صار الإسقاط ثلاث مرات عند السيدة، نعم، إمتى لازم تعرف وتدور على سبب هالإسقاط، وإمتى لازم تعرف شو السبب إذا كان مرضي أو إذا كان يمكن في عوامل وراثية أو زواج قربة؟ أوكي تماما. هلا نحن قلنا اي زوجين صار عند الزوجه مثل ما قلنا ثلاث اسقاطات متتاليه صارت خانه اسقاط متكرر، هون وقتها بندخل لنشوف شو الاسباب. وخليني دائما اوضح هالنقطه من اول حلقه سواء انا وياكم انه نحن بنقول الاسباب المحتمله، بمعنى قد نعمل بحث كامل بالقصه وما نقدر نوصل للسبب الحقيقي. طيب امتى نحن بنبلش؟ ما بنستنى ليصير ثلاث اسقاطات متكرره، نحن بنقول انه مثلا اذا السيده متزوجه هلا عمرها فوق ال 35 صار عندها اسقاطين وراء بعضهم بتدخل ضمن تصنيف الاسقاط المتكرر ويجب البدء عن البحث عن الاسباب. طيب الشيء الثاني اذا اي زوجين بيصير في عندهم صعوبة بالحمل وصار إسقاطين بنعتبرها ضمن خانة الإسقاط المتكرر. تمام؟ طيب في بعض الحالات كمان اللي بنبلش فيها مبكرا إنه الإسقاطين المتكررين إذا صار إسقاطين متكررين مثبت رؤية المضغة والنبض، يعني شفنا النبض على الإيكو أول مرة وثاني مرة دخلت بخانة الإسقاط المتكرر، ما بنستنى المرة الثالثة لو عمرها تحت ال 35 لو ما في صعوبة. لازم أول إسقاطين دغري فورا تعرف السبب إنه تروح إذا كان عشرة. إذا شفنا الفعالية القلبية يعني بمعنى النبض على جهاز الإيكو وقتها بندخل ندور على الأسباب. هلا عندنا الأسباب طيف الأسباب كتير كبير. هلا إذا بدي أقول إنه خلينا نرجع أنا وياكم مثل ما متعودين بلغة الأرقام لمشاهدينا يلي هي بتسهل القصة، ناخذ النسب 50% أو أكثر 60% تقريبا من الأسباب هي أسباب شذوذات مورثية، يعني قد تكون موجودة بالنطفة وقد تكون موجودة بالبويضة وقد تكون موجودة فقط لما بتتلاقى النطفة والبويضة وبتصير بويضة ملقحة تظهر وقت الشذوذات الصبغية أو المورثية. هي حوالي 60%. هلا بقية 40% نبلش بقى عنا بالتسلسل بحيث الأهمية تبعيتها، في منا مثبت وفي منا محتمل. المثبت مثلا هو شذوذات الجهاز التشريحي عند المرأة عند الزوجة، بمعنى انه ممكن نشوف احنا مثلا حجاب ضمن الرحم، ممكن نشوف ورم ليفي، ممكن مرقنا هيك مرور عابر على القصة انه ورم ليفي مهما كان صغير ولكن قريب لبطانة الرحم بشكل لما تجي البويضة الملقحة لتعشش بدل ما تعشش تلاقي بطانة رحمية اسفنجية تقدر تحفر فيها وتعشش فيها وتطمر حالها وتصير تاخذ تغذيه، بتجي على هالمكان الوجود الورم اللي فيه هاد بتحاول ما بتقدر بتصمد شوي وبعدين بتوقع بتهر لانه ما فيها تحفر بشيء ليفي قاسي. طيب هي احد الشذوذات التشريحيه.
بعض الآفات بالأنابيب، وخاصة بعض الأمراض مثلا مثل داء الإندوميتريوسيس، داء بطانة الرحم الهاجرة، يلي ممكن يكون أحد الأسباب المحتملة للإسقاط المتكرر. طيب هي بنقول بشكل عام الآفات التشريحية. نجي بعدين على الآفات الغدية، يعني بمعنى وأهمها مثل ما حكينا هلأ شوي تحت الهواء أنا وياكم، أنه أهمها آفات الغدة الدرقية، وبخاصة قصور الغدة الدرقية. فرط نشاط الغدة الدرقية نادرا ما يكون هو السبب من أسباب الإسقاط المتكرر. لا، قصور الغدة الدرقية ممكن نشوفه. هلأ قصور الغدة الدرقية بده بحث لحاله هداك أكيد، بس نحن بنعرف أنه مريضة الغدة الدرقية، الحامل مريضة الغدة الدرقية يجب أن تتابع علاجها بالغدة الدرقية بإشراف طبيبة النسائية ودكتور الغدد. بعض الأمراض الثانية مثل السكري يلي قد تكون هي أحد أسباب الإسقاط المتكرر. طيب نروح للشريحة الثانية من الأسباب. نحن هلأ كله عم نحكي بالأربعين بالمئة، 60% السابقة أن شذوذات صبغية موجودة عند أحدهما أو كليهما. طيب الأسباب الثانية منقول نحن أسباب مناعية تشكل حوالي 5% من الأسباب، خاصة أضداد الغدة الدرقية، أضداد الفوسفوليبيد، بمعنى سبب مناعي. هلأ نحن منلاحظ شغلة، إنه جهاز المناعة بجسمنا كلياتنا بيتعرف على أجزاء الجسم على إنه هذا الصديق بيدافع عنا. طيب فما بالك بحمل، إنه هو حامل اللي هو جسم أجنبي بالمطلق على جسم المرأة الحامل يلي صارت حامل، فبده يتعامل معه جهاز المناعة، بده يعمل عملية تعديل مناعي ليصير يتقبل هذا الجنين الكائن الموجود برحمه، بنفس الوقت يدافع عنه، فلذلك بده عملية تعديل مناعي. الحقيقة نحن اللي بنعرفه عن هالقصة يمكن ما بظن بيتجاوز هالقد من أصل هالقد بهذا الموضوع المناعي. طبعا هلا هذا كله بيفرق معنا بعدين خطوات المعالجة لما عم ندي الأسباب. أنا من الأسباب الثانية الأسباب الإنتانية يلي كمان في بحوث تقول إنه قد يكون إلى عامل بهي القصة وقد يكون مال، بس أنا برجح إنه إلى عامل، والدليل على إنه في عنا حمول بتمشي بالثلث المتوسط الأول، بالثلث المتوسط بعدين بنشوف غير صار عندنا مخاض باكر أو انبثاق أغشية باكر يعني مية الرأس، ويكون السبب إنتاني. إذا معناته وجود الإنتان بالمجرى التناسلي عند المرأة قد يكون أحد العوامل اللي مثل ما بتأدي لانبثاق أغشية أو مخاض باكر ممكن تأدي لإسقاط مثل ما حكينا إسقاط باكر أو متعدد أو وحيد. طيب في عنا أسباب تانية يلي قد يكون إلى علاقة بعض الأدوية، التعرض لبعض المواد الكيماوية، هي أسباب بتصير نسبها أقل. فإذا منلاحظ طيف الأسباب كتير كبير، وبرجع منقول أنه نحن نتكلم الآن عن مجموعة من الأسباب الاحتمالية. بمعنى بكتير حالات بنعمل كل الدراسات المتاحة بين إيدينا ولكن لا نجد سبب واحد نحط إيدنا عليه ونقول هذا هو. هذا لأنه بيفرق كتير. هلأ كمان شو رح نقول بالمعالجة؟ نعم دكتور. طيب بس في سؤال، يعني هل حياة البنت قبل ما تتزوج ممكن يكون في إلها علاقة بعدين بالإسقاطات المتكررة، مثل مثلا الكياس، مثل النظام الغذائي الخاطئ، مثل تعرضت لصدمة أو شيء، في شيء هيك؟ هلا خليني أقول إنه من ناحية التغذية تبعيتها، إذا التغذية أثرت كتير بمعنى على موضوع إنه الوظيفة الإنجابية لها ووظيفة المبيضين، وبالتالي مثل ما قلنا أهم وظيفة للمبيضين نعرف نحن حاكين سابقا إنتاج بويضة، وبويضة جيدة لقبول التخصيب، إذا أثرت على هالناحية هي قد يكون إلى دور. طيب من ناحية تانية إنه هي شو كانت أصيبت بأمراض سابقا، أكياس أو هيك. طيب بقول إذا كان عندها إندومتريوز قد يكون مثل ما حكينا قبل شوي هو أحد الأسباب المحتملة. طيب هلا وهي بنت، إذا كان في عندها سبب تشريحي يعني خلل تشريحي مثل ما قلنا حجاب ضمن الرحم او انه رحم صغير او هيك صار عندها، طيب اوكي هذا رح يضل معها لما بتصير سيده متزوجه. هلا برجع لسؤالك ليا، انه اذا كان في عندها طيب قصه التهابيه شديده، وهي خلينا نرد نعيد عليها، انه ننبه حتى انه البنات السيدات والامهات بالبيوت، انه بنتكم الصغيره لو صغيره صار عندها افه التهابيه قد تكون بوليه، وان شاء الله هيك تنتهي القصه، انه اذا صار في عنا اختلاط بين افه بوليه وافه نسائيه لو بنت وصغيره وحتى قبل البلوغ، روحوا للمعالجه فورا، لانه احد الاسباب كمان مثل ما قلنا الاسباب الالتهابيه يلي قد تؤدي لتشكل التصاقات ضمن الرحم. بمعنى نحن عنا جوف هالرحم لازم يكون قد هالاستوديو هيك، انه يسع في جنين. طيب اذا جبنا بس
مثل جلالة صغيرة، ولو مهما كان شفافة رقيقة واخذناها من هالزاوية لهالزاوية، صار الاستوديو ما بيقدر يؤدي الوظيفة تبعيته. نفس الشيء هذا الكلام ينطبق على الرحم، ما بقى يقدر يؤدي الوظيفة تبعيته انه يقدر يسع حمل جواته ويخليه يكمل للثلث المتوسط للثلث الاخير. تماما صار بهالمعنى. فاذا انه جزء من الاسباب ايه، وهي بنت قد تؤثر على موضوع الاسقاط المتكرر. وتربية الحيوانات، يعني عم نشوف كثير من الصبايا عندهم كلاب او قطط. نعم. كثير بنسمع انه ممكن بتمشوا معهم بالطريقه كثير. تربيه الحيوانات الاليفه وخاصه القطط بتعمل اكياس مي او طيب. بتعمل يمكن زينب، انا معلش بدي جاوب على سؤالك. ايه؟ وجواب كثير من الامهات هلا رح يحبوا لو اني جاوبت بشكل معاكس. طالما انه هي الحيوانات الاليفه هي معتنى فيها بشكل جيد وعم تاخذ ادويتها ولقاحاتها وهيك، لا ما بتاثر من ناحيه هذا الموضوع، لانه اثره لو كان موجود. وهلا شي يوم ممكن نحكي عن الموضوع، عن شيء اسمه الكيسات الكلابيه او كيسات القطاط اللي تختلف تماما عن الكيسات المائيه يلي سببها طفيلي هذيك مثل دوده صغيره. هذيك تاثيرها قد يكون مرعب ناحيه الحوض وناحية البطن، خاصة الكبد والرئتين. هذاك موضوع آخر. فالجواب تبعي يمكن كثير من الأمهات ما بيحبوه هلا، بس هو هي الحقيقة علمية، ما كثير بيأثر إذا كل شيء مضبوط ومتابعة. نعم. وعم نشوف يمكن أعداد كمان، يعني أعداد من الحيوانات فظيعة بالتربية بالبيت. عشان ما يداهمنا الوقت دكتور، خلينا نروح لمراحل العلاج ونحكي عن العلاجات المناسبة لكل حالة، وبالعموم العلاج الأمثل يمكن. طيب سيدتي الكريمة، مثل ما قلنا قبل شوي أنا وياك ليا وزينب، أنه نحن عم نحكي عن مجموعة أسباب، يعني أسباب احتمالية. طيب نحن خلينا نشبه القصة كأنه عنا لوحة وهي بازل هي القطع، أنه كل ما منركب قطعة جنب التانية يعني مضبوطة قد تكتمل اللوحة معنا. فلذلك إذا بيقول أسباب تشريحية مثل ما حكينا، إذا في حجاب ضمن الرحم، حاجز عائق موجود، هذا ممكن بعملية تنظير بسيطة إزالة هذا الحاجز. ورم ليفي صغير، قد نشوفه ورم ليفي كتير كبير خارج الرحم ما بيأثر أبدا، ضمن الرحم وهل قد يكون صغير، هذا يجب إزالته. طيب إذا كان سبب التهابي يجب إزالته. إذا كان سبب مناعي قدر الإمكان منحاول نعدل وظيفة الجهاز المناعي. وأنا هون رح أقول شغلة من خلال تجربتنا الخاصة والأبحاث الجديدة اللي طلعت بهالموضوع، إنه نجي نقول طيب نحن ممكن نعطي مميعات للدم، مثبتات للحمل مشان نحافظ على ضخ عالي من المشيمة، أو للمضغة لسه قبل ما تصير في مشيمة، للمضغة نجي ضخ تروية عالي بمميعات الدم ببعض أنواع الهبارين. أوكي كلنا بنستعملها، وبالرغم من هيك بنلاقي حالات ما بنعرف سببها. طيب إذا نحن هون بدنا نحاول نطبق شغلة مع شغلة. فلذلك هلا نحن نفترض أنا وياكم هلا فاتت لعنا على الاستوديو لهون مريضة حامل، سيدة عفوا، عندها دخلت ضمن تصنيف الإسقاط المتكرر، أوكي؟ ثلاث حالات مثل ما ثلاث مرات ورا بعض. طيب شو بنعمل نحن؟ أول شغلة بنقلها رح نمنعك عن الحمل ثلاث شهور، أنا هيك بتصرف وهيك الأبحاث بتقول. بهالثلاث شهور رح نعطي حمولة دوائية عالية. في منا ما بنعرف شو سببها، يعني ما بنعرف نبررها بشكل طبي دقيق، انه ثلاث شهور حموله دوائيه عاليه من بعض انواع الكورتيزون الخفيفه يلي تعدل رد الفعل المناعي، اذا في افه التهابيه بنعالجها، اذا في عنا شويه مقويات للتوعيه لها مشان المضغه بنبلش فيها من هلا. مع العلم انه الدعم النفسي جدا مهم، هي واحد. الشيء الثاني المهم كتير انه نحن نعرف شو الانذار اللي ممكن نشوفه، يعني خلينا نقول 40% من السيدات يلي عندهم قصه اسقاط متكرر، يعني مثل ما قلنا ثلاث حمول متتاليه ورا بعض او تنتين اللي عندهم قصه اسقاط متكرر، بنقول له ما تخافوا عندكم حوالي نسبه 40% الحمل الرابع او الخامس انه ممكن يصير في عنا يكمل الحمل لتمام الحمل. طب هلا بنسمع راي كتير وقصص كتير انه دكتور هدول الزوجين ما مشي الحال وكل انفصلوا عن بعضهم، هي تزوجت وهو تزوج واثنيناتهم صار عندهم أولاد. بمعنى أنه في عامل مبهم نحن ما قدرنا نعرفه. طيب أوكي، بس نحن هل أنه هي فعلا أنه لو أنه استمروا سنة تاني مع بعضهم كان رح يصير في إنجاب جنين بتمام الحمل ولا لا؟ ما بنعرف. نعرف أنه انتهت حياتهم الزوجية دول اثنين وكل واحد منهم أخذ فرصة تانية، بنقول أنه خلص هذا هو الحل؟ لا، ما فينا نجاوب غير نقول خلص هيك القدر بشي بطريقه بهالقصة. طيب دكتور بالختام، شو النصائح اللي بتنصح فيها كل سيدة
حابة تأسس عائلة، وطبعا هلا مقبلة على عتبة جديدة مثل ما طيب بيقولوا. شو بتنصحها؟ يعني انه في فحوصات معينة ممكن تجريها تعالج حالة، تلحق حالة قبل ما يصير معها هالمشاكل وتتداركها؟ لا، أنا بدي أنصح بقى كل الزوج بنت والزوجة، وكل رجل يلا كمان. خلينا ننصحهم. أولا يا ريت إذا كنتوا يعني ما في ولا قرايبين، سبب للرجل، يعني ما حكينا انه كله لازم للمرأة يكون للمرأة. لطيف، لازم يكون لا، في سبب مهم كتير، باعتبار أنه أغلب الاختيار بيكون الرجل هو بيقوم بالاختيار للزوجة. أنه إذا كانت قريبة لإلك وقريبة بدرجة يعني مهمة بالقرابة، يا ريت تدور على بنت تانية وتختارها لتكون زوجة لك. فلذلك إذا بتلاحظي من جوابي، أكبر سبب هو يقع أو القرابة. لأنه من أهم أسباب 60% يلي قلنا هي طب من أسباب القرابة، من الإسقاط جهة الأم المتكرر. ولا من جهة الأب؟ لا، من جهة اثنين. من اثنين نفس التأثير؟ طبعا طبعا، أوف، أقوى من السرطان جبنا بهي الإسقاط. الإسقاط إيه، لأنه ب60% من هي الحالات مثل ما قلنا شذوذات صبغية أو موريثية، يلي بتجي خاصة من القرابة بين الزوجين. تمام. النصائح الثانية، انه يلي مثلا عنده اوفر ويت، عنده زيادة وزن، نزل، يلي عنده آفة عنده تماما يلي عنده مثلا اي مرض ثاني غدي مثل غدة الدرقية، مرض سكري، تعالجه. يلي قدرت لسبب ما تعرف انه في عندها آفة موجودة تشريحية موجودة او آفة التهابية، تعالجها، وبعدين ان شاء الله الله بيسرها ان شاء الله يا رب. اكيد ليا، يعني بنشكرك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. اكيد ان شاء الله كل سيده ورجل ان شاء الله بياخذوا هيك بهي النصيحه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا دكتور. يا ميت، اهلا وسهلا. ميرسي لك دكتور، نشوفك السنه الجاي.